اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاق السيارات. اولا انا بشكركم جدا 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 على الاحتفال اللي حصل لاول حلقه وعلى جميع وسائل الميديا. انا فعلا مبسوط، عملتوا اللازم وزياده، والناس متابعين البرنامج فعلا فرحوني برد الفعل بتاعهم. وعلشان كده انا جالي الاسبوع ده مفاجاه او هديه كده، فانا حبيت ان انا مش افتحها الا معاكم، لان هي تقريبا تعتبر اهداء ليكم انتوا مش ليا انا. تمام، الهديه اللي معانا هنا دي، بس انا زي ما قلنا مش هنفتحها بقى، هنسيبها المفاجاه دي، هنسيبها لاخر الحلقه بتاعتنا ان شاء الله. تمام، حلقتنا النهارده ان شاء الله هتكون حلقه مميزه، وهنبداها زي ما تعودنا بفقره صيانه. فقره صيانه مهمه جدا جدا، لاننا هنتكلم فيها عن جزء مهم في السياره وجزء حساس قوي، وتكلفه صيانته لو قدر الله في حاله ان هو حصل فيه مشكله بتبقى كبيره قوي قوي قوي. فالنهارده باذن الله هنعمل حاجه صيانه وقائيه، بحيث ان احنا نحافظ عليه قدر المستطاع ونطول في عمره وما نواجهش معاه مشاكل. دايما دايما لما بتسال اي حد تسوق عربيه مانوال ولا اوتوماتيك، بيكون الرد الطبيعي يقول لك اوتوماتيك. ليه؟ لانه اسهل. لان دايما الاوتوماتيك بتكون عربيات صعب قوي في صيانتها، والاهم كمان انها مكلفه، ولو لا قدر الله حصل فيها مشكله زي ما بنسمع دايما بيبقى تكلفه تصليحها زي ما كلنا عارفين بتبقى مكلفه جدا جدا. فاحنا علشان نتجنب ان احنا نقع في المشكله دي، هنتفرج على فقره الصيانه الجايه دي، وزي ما تعودنا باسلوبنا السهل الممتنع هنعمل صيانه سهله للجير بتاعنا عشان نحافظ عليه. يلا بينا نتفرج على الصيانه بتاعتنا. الجير الاوتوماتيك او الفريس الاوتوماتيك من اهم واخطر الاجزاء في السياره واكثرها حساسيه. ليه هو خطير قوي كده؟ لان ثمنه لا قدر الله لو انت وصلت لمرحله متاخره فيه واحتجت ان انت تعمله صيانه كبيره او تغيره بالكامل، فهتتفاجئ ان ثمنه قد يصل لنصف ثمن السياره بالكامل. انت متخيل الرقم؟ طيب علشان ما نوصلش للمرحله المتاخره دي، نقدر نعمل ايه للفتيس ونحافظ عليه لاقصى مدى تشغيل واقصى مده ممكن ان هو يعيشها معانا؟ بنعمل ده ازاي؟ عن طريق صيانه بسيطه قوي هنعملها مع بعض النهارده، اللي هي غيار زيت الفتيس الاوتوماتيك. طيب في ناس دلوقتي هتروح قايله لي انا والله الوكيل بتاعي قال ان الفتيس بتاعك ما بيغيرش زيت، وان الزيت اللي فيه من عمر الفتيس. هروح قايل لك حضرتك، انا هثبت لك دلوقتي بالكلام علمي قاطع ان مفيش حاجه اسمها زيت بيعيش العمر كله، واننا كمان البلاد العربيه بتاعتنا وخاصه مصر لها ظروف تشغيل خاصه، فبتتطلب متطلبات خاصه في الصيانه يمكن مش موجوده بره. دلوقتي احنا باذن الله هفرجكم ده كله علمي. طيب احنا دلوقتي خلاص قررنا ان احنا هنغير زيت، ايه الحاجات اللي مخلي بالنا منها؟ ثلاث حاجات مهمين جدا. اول حاجه درجه اللزوجه المناسبه للجير بتاعك، ثاني حاجه الكميه، وثالث حاجه طريقه التغيير. طيب احنا دلوقتي خلاص خدنا القرار ان احنا هنغير زيت، دخلنا محل الزيوت هنلاقي عندنا هنا ديكسترنس ليه، هنلاقي الدايل كلتش، هنلاقي السي في تي، وهنلاقي المالتي اي تي اف. طيب تختار منهم ايه او ايه المناسب؟ هنعرف ده عن طريق ثلاث طرق برضو، اثنين علميه وواحده بلدي. الاثنين العلميين هنشوفهم مع بعض دلوقتي باذن الله، والطريقه البلدي دي هنشوفها باذن الله في الجزء الثاني من الفقره بتاعتنا، اللي هو فقره الصيانه العمليه بتاعتنا او الشغل العمل اللي هنعمله بايدينا ان شاء الله. يلا بينا دلوقتي نبدا نشوف الطريقه العلميه اللي هنعرف بيها كميه الزيت المناسبه للجير بتاعنا. يلا بينا. اول طريقه بنعرف بيها الكميه ودرجه اللزوجه بتكون كتالوج السياره نفسه. هنبص هنا على كتالوج السياره بتاعتنا، وهي في الحاله بتاعت النهارده هتكون هيونداي الانترا. هنلاقي هنا مكتوب زيت وحده ناقل حركه اوتوماتيكيه في الموتور ال 1600 1800، هنا 7.3، ودي لنا فيها كلام ان شاء الله دلوقتي. ودرجه اللزوجه بتاعته اي تي اف، اللي هي اوتوماتيك ترانزميشن فلويد، اس بي اي في. طيب يعني ايه الرقم ده؟ الاي في دي ارقام لاتيني، الاي في باللاتيني يعني اربعه، والاس بي اللي هو اختصار للزيت الجير الاوتوماتيك درجه اللزوجه اربعه. يبقى احنا هنحتاج دلوقتي اي تي اف اس بي 4. تمام؟ طيب والكميه 7.3، هل احنا لما بنيجي نغير، والنقطه دي مهمه جدا، هل احنا لما بنيجي نغير بنغير 7.3؟ لا، لما بنيجي نغير احنا بنغير نص الكميه فقط، لان في ورا التورك كونفرتر اللي هو محول العزم في وراه نص الكميه تحديدا. فاحنا لما بنيجي نغير احنا بنغير الجزء اللي موجود في الكارتيره، وده بيكون نص الكميه بالظبط. يعني هنا 7.3 هيبقى الكميه اللي احنا هنغيرها 3.6 تقريبا. تمام، الا ان احنا تقريبا هنحط 3.5 علشان احنا كده ولا كده مش هنعمل دراي، يعني مش هنجفف الفتيس من الداخل او الجير من الداخل واحنا بنصفي الزيت، مش هنعرف نجففه، هيبقى برده فيه اجزاء متعلق عليها زيت. فعلشان ما يبقاش الكميه كبيره، فاحنا هنحط باذن الله 3.5 لتر زيت. طيب الاس بي 4
الاس بي 4 ما ينفعش ابدا 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 ان انت تستخدم معاه موبيل 320 او زيوت ديكسترون 3 في المعتاد. ودي نقطه خليها في بالكم، اي زيت هتغيره العربيه او اي سائل هتستخدمه استخدم المنصوح به من التوكيل بتاعها او اعلى، انما ما تجيبش اقل. بمعنى يعني احنا هنا بيقول لك اس بي 4 ما ينفعش ان انا احط اس بي 3 الا ان انا ممكن ان انا احط مثلا درجه لزوجه ديكسترون 6 انما ما احطش ديكسترون 3. اتفقنا؟ يبقى انا اعلى بالدرجه يبقى انا كده هحافظ عليها، انما اقل بالدرجه لا ده غلط. اتفقنا؟ يبقى احنا عرفنا هنا من الكتالوج بتاعنا الكميه المناسبه ودرجه اللزوجه المناسبه. طيب هنعمل ايه هنا؟ طيب تاني حاجه هندخل على النت، هنختار مثلا من موقع الشركه، هنلاقي هنا احنا مثلا معانا هنا الانترا 1.6/2010/2014 خلاص اخترناها تمام. هنلاقي هنا الزيت المنصوح به للترانزميشن بتاعها الاوتوماتيك بتاعها، هنلاقي مكتوب هنا ايه ATF VI. الفي اي يبقى احنا علينا في المواصفة، يبقى احنا ده ديكسترون 6 مش ديكسترون 4، يبقى احنا علينا بالمواصفة تمام. وهنا هنلاقي الكابستي كمية 7.3، واحنا قلنا طبعا ال 7.3 دي احنا دي نص الكمية اللي احنا هنحتاجه بس خلاص. هنيجي هنا نشوف الزيت بتاعنا، فتحنا الزيت بتاعنا هوت اللي هو ال ATF VI ده تمام. طيب هنشوف هل هو متوافق، برضو خلي بالكم نقطة التوافق دي مهمة قوي. هل هو متوافق؟ وطبعا هو هنا 100% تخليقي، طبعا زي ما شايفين هنا فول سينثيتك 100% تخليقي بالكامل، مفيش فيه زيت معدني تمام. هنيجي هنا بقى ونشوف هل هو متوافق معانا ولا لا. يعني ده الزيت المفروض، ده الزيت اللي هو المنصوح به من شركه هيونداي. شايفين هنا هو ايه ATF SBIV تمام. احنا هنا استخدمنا الفي اي اللي هو الدرجه الاعلى. طيب هل ده ينفع معانا ولا لا؟ هنشوف هنا من اللوحه دي. اللوحه دي زي ما شايفين هنا بيقول لك كل مصنع ودرجه اللزوجه المناسبه ليه بالنسبه للفي اي. يعني انا متوافق مع هنا الاي تي اف في اي اللي هو ديكسترون 6 مثلا، بيقول لك هنا بالنسبه لشركه هيونداي اس بي اي في اللي هو احنا قلنا ان هو ايه اس بي 4، هنا بالنسبه لكيا اس بي 4 تمام. وهنيجي هنا بقى الانفينيتي يبقى هو موافق ماتيك اس، هنا مش عارف المازدا هيبقى موافق اي تي اف اف زد وهكذا. خلاص دي الطريقه الثانيه اللي بنعرف فيها، وكل دي طرق علميه ولا غبار عليها. طيب انا هنا قلت لكم ان انا هجيب لكم ما يثبت ان احنا الزيت بتاعنا لازم يتغير، وكمان الاهم هل احنا الدول بتاعتنا ليها استثناءات ولا لا. طيب تعال بص هنا كده معايا، هتلاقي مكتوب هنا ايه زيت وحدة ناقل الحركة الاوتوماتيكية إذا كانت السيارة مجهزة بذلك تمام. R دي يعني إيه؟ هنشوف هنا R كومبل استبدال اللي هي إيه؟ ريبليسمنت تمام؟ أهو تمام؟ طيب هنا R يعني هنستبدله كل قد إيه؟ كل 100,000 كيلو. طيب هل معنى كده إن أنا المفروض أستنى ال 100,000 كيلو؟ هقول لك ده عندهم مش عندنا، إحنا لينا مواصفات خاصة. دايما هتلاقي في أي كتالوج سيارة هتلاقي مكتوب لك في حالات القيادة الخاصة أو في الظروف القيادة الاستثنائية مواعيد الصيانة بتقل للنص. يعني لو كان أنت بتغير على 100 خليك على 50 على 40 عشان تحافظ على مالك أو عشان تحافظ على سيارتك، لأن ما ننسوش إن السيارة بالنسبة لنا استثمار طويل الأجل، إنما أو سلعة مش استهلاكية، لا ده سلعة معمرة. بره عندهم سلعة استهلاكية فترة وبتترمى بتخش المطحنة وشكرا مع السلامة. فاحنا عشان نحافظ على مالنا تعالوا نتفرج هنا على ظروف القيادة القاسية أو الاستثنائية بالنسبة لهم، ظروف القيادة القاسية بالنسبة لهم اللي هي المفروض إن احنا بنغير فيها على نص المدة. تعال كده نتفرج عليها. هنلاقي مكتوب هنا إيه؟ القيادة بصفة متكررة مسافات قصيرة أقل من 5 أميال، طبعا ده عندنا تمام. تشغيل المحرك بسرعه التباطؤ لفترات طويله او قياده بسرعه منخفضه لمسافات طويله، ده طبعا الشغل بتاع الاشارات بتاعتنا والشغل بتاع اللي هو جوه القاهره وجوه البلدان دي كلها. القياده على الطرق الوعره او المتربه او الموحله او غير المعبده، ده طبعا هو كده بيوصف الطرق بتاعتنا التي ينتشر بها الحصى. القياده في الاماكن التي يتم فيها استخدام الملح او غير ذلك، احنا طبعا عايشين في الملح نفسه تمام. القياده في المناطق الرمليه، طبعا احنا الجو بتاعنا رملي. القياده في مناطق الازدحام المروري. القياده على المنحدرات صعودا وهبوطا، جر مش عارف ايه، قياده من اشارات الشرطه، القياده مسافه تتجاوز 140 كيلو في الساعه، مسافات طويله وبتمشي فيها بسرعه 100 كيلو. القياده كثيرا في ظروف تتطلب التوقف والانطلاق على نحو متكرر. دي الظروف الاستثنائيه اللي هي الظروف اللي احنا عايشين فيها، فما ينفعش تقول لي اصل الكتالوج قال لي غير على 100,000 او الوكيل قال لي ما تغيرش الزيت ده خالص، ما فيش حاجه اسمها ما تغيرش خالص، المفروض الانترا الفتيس السته غيار اللي احنا هنغير له النهارده او الجير السته غيار، المفروض ان الوكيل بيقول لك لا ملوش غيار زيت.
لا هو له غيار بالدليل القاطع اهوت من الكتالوج بتاعهم من قلب الشركه نفسها. تمام، احنا كده دلوقتي خلصنا الجزء العملي، طولت عليكم فيه بس كان في معلومات مهمه كنت عايز اركز فيها. دلوقتي باذن الله هنبدا الجزء العملي، وان شاء الله هيكون بسيط وسريع زي ما احنا متعودين. يلا بينا نبدا الجزء العملي بتاع حلقتنا. اول حاجه في العمل بتاعنا طبعا ان انا هنفتح كبوت العربيه علشان تبرد، ونبدا نرفعها ونامنها كويس زي ما احنا شارحين في حلقه سابقه لطريقه الرفع السليمه في على قناتنا على اليوتيوب. دلوقتي اهم حاجه طبعا قبل ما نبدا ان يكون الموتور بارد تماما، وباكد عليكم لازم يبقى الجير والفتيس باردين تماما، ما ينفعش نشتغل فيها سخن. اول حاجه طبعا لقمه 24 اللي هي بتاعت التفريغ من تحت، ويد طويله، ولقمه 22 اللي هي بتاعت طبه الملو اللي انا هوري لكم مكانها دلوقتي ان شاء الله. تمام، وطبعا اليد السيستم اللي هنشتغل بيها قمع طويل، وطبعا الزيت اللي احنا هنملى بيه اللي هو الزيت المظبوط للجير ده. تمام، طبعا انت قدامك حل من اتنين لما تيجي تتملى، يا اما ان انت تفك العلبه دي، يا اما ان انت من هنا كده بالجنب كده وتبدا ان انت تشيل الطبه بتاعت الملو اول. واهم حاجه دايما عود نفسك في الجير تحديدا لازم تعرف انت هتملى منين قبل ما تعرف هتفضي منين. التفضيه سهله، المهم تعرف ان انت هتملى منين. دلوقتي احنا طبعا بلقمه 22 هنفك الطبه بتاعتنا بتاعت الملو، هنفتحها خالص اول، لان الجير ده او الفتيس ده من الفتايس اللي هي بتبقى خنيقه شويه في حته التهويه بتاعتها ضعيفه، فلازم نفك اول عشان تبدا تنزل زيتها كويس. هتنزل تحت الفتيس مباشره وهتفك الطبه ال 24 اللي تحت دي. طبعا لازم يبقى معاك كونتينر هتعبي فيه الزيت، ولو ده مش موجود او مش متوفر ليك زي ما قلنا قبل كده هتجيب اي جيركن وتقطعه وتحطه هنا كده، حاجه مش هتكلفك 5 جنيه. اتفقنا؟ هنبدا ان احنا نفك الطبه ال 24 بتاعت التفريغ بتاعتنا اللي تحت في قلب الجير، ونبدا نشوف حاله الزيت اللي نازل. ايه رايكم في لون وشكله لزوجه الزيت ده؟ ده زيت جير المفروض ان هو بيبقى لونه احمر شفاف زي ما هوريكم دلوقتي. دلوقتي هنسيبه طبعا لحد ما يصفي خالص معانا ويجيب كل الزيت اللي فيه. وهفرجكم بقى على حاجه، اتفرج هنا كده معايا على الطبه بتاعه القفل اللي تحت. شايفين الطبه عليها رايش حديد قد ايه؟ ده رايش معدن ناتج عن تاكل اجزاء في جوه الجير. تمام، طبعا المغناطيس بتاع الطبه هو بيبقى لمه عليه، ده نظام الفتايس الست غيار اللي احنا مش هنعرف نغير الفلتر بتاعه. انا عايز اوريكم ان الزيت ده وشكل الطبة دي على عربية ماشية تقريبا 39,000 كيلو فقط، يعني ما جابش 40,000، فما بالك بقى ان هم عايزينها تتساب ل 100,000. طبعا ده غلط. هنبدأ دلوقتي بقى نملى الزيت الجديد بتاعنا. الموضوع لحد دلوقتي سلس وبسيط وباسلوبنا السهل الممتنع ما شاء الله. احنا طبعا ما قفلناش الطبة اللي تحت، صح؟ افتكر ان احنا ما قفلناش الطبة اللي تحت. هنحط دلوقتي 300 مللي تحديدا. تمام، ال 300 مللي دول اللي هم كده ولا كده المفروض ان احنا قايلين هم يفضوا مننا. ال 300 مللي دول ابدا بقى بص عليهم من تحت كده علشان يغسلوا بيهم، يعني احنا كده بنغسل بيهم مكان الزيت القديم. نبدا نضغط هواء هنا، طبعا الهواء المضغوط علشان ينظف اي بواقي زيت جوه. يبقى احنا كده نزلنا الزيت القديم، طهرنا بشويه زيت جديد، وبعد كده ضغطنا هواء كويس عشان ننظف ونطهر مكاننا. زي ما شايفين الزيت الجديد بتاعنا نزل وخلاص المكان منع زيت. هنبدا ان احنا ننظف مكان الطبه بتاعتنا كويس جدا ونقفل الطبه. وطبعا ما تنساش تكون الورده بتاعتها موجوده، الوردة الألمنيوم اللي هي زي ما قايلين عشان تحكم الغلق ما بين معدنين جامدين اللي هو حديد وحديد بتاع المسمار والألمنيوم بتاع الجير نفسه. تمام، دلوقتي انا عايز افرجكم بقى فرق اللون ما بين الزيت الجديد والزيت القديم علشان تشوفوا فرق الحالة. شايف انت كده فرق اللون قد ايه؟ شايف اللون الاحمر الشفاف ده اللون الشربات من اللون الاسود اللي نازل من الجير بتاعنا. دلوقتي احنا هنبدا نملى التلات ازايز الاولانيين بتوعنا. قدامك حل من اتنين، يا اما ان انت تملى بشويش قوي، لو مليت بسرعه هيبدا ان هو يسيل منك زيت كده، لان زي ما قلنا ان الجير الست غيار تحديدا بتاع الهونداي وكيا بيبقى الرياح بتاعه مخنوق شويه، فممكن ان هو يكب منك زيت كده. يا اما الحل البديل ليك ان انت هنشيل بقى العمه او العلبه بتاعت فلتر الهواء دي ونبدا ان احنا نملى من ورا، لان زي ما شايفين دلوقتي هو بيتخنق اهوت، مش الرياح بتاعه مش سريع. فيا اما ان انت تملاه بشويش، يا اما ان انت زي ما دلوقتي هنشوف كده هنفك الثلاث مسامير اللي مثبتين علبه فلتر الهواء في جسم العربيه، وهنفك المسمار اللي ماسك الزور بس اللي هو الزور بتاع خرطوم الهواء اللي داخل على البوابه بتاعه الموتور. خلاص هم اربع مسامير 10 هنفكهم سريعا. يبقى انا كده شرحت لك او وريتك الحلين، يا اما ان انت تملاه بشويش عشان ما تكبش الزيت بره، يا اما ان احنا هنفك زي ما شايفين هنروح مرجعين الخرطوم بتاع الهواء لورا ونبدا ان احنا نخلع علبه الهواء، هنرفعها لفوق لفوق والناحية الموتور عشان نخلعها من الزور التاني اللي تحت اللي هو في علبة كاتم الصوت او السلنسر.
تمام خلاص احنا كده حطينا علبة فلتر الهواء زي ما هي كده خلعناها. هنيجي بقى للمكان ده وهنعمل ايه او احنا كنا بنخلعها ليه؟ بص يا سيدي، هتروح جاي فاكك الخرطوم بتاع زيت التبريد. المفروض الخرطومين دول بيدخلهم الزيت لقلب الريلاتير، زيت الجير يخش على الريلاتير يتبرد ويرجع تاني، تمام. فاحنا هنا دلوقتي هنخلع الخرطوم العلوي في سبيل ان هو هيبقى شغال زي رياح للزيت، بمعنى ان انا هزود زيت من هنا وهو يخرج هواء من هنا. هفرجكم دلوقتي واحنا هنعمل ايه تحديدا. دلوقتي احنا خلاص خلعنا الخرطوم العلوي، وابدأ بقى املى زيت براحتك وبأي سرعة وبأي كمية، انت مش هيكب معاك زيت لان بقى في دلوقتي داخل وخارج، بندخل زيت وبنخرج هواء مكانه. زي ما شايفين انا كده دلوقتي بكب اهوت بكمية كبيرة وبسرعة ومش هاممني بقى خلاص، هو دلوقتي بياخد الزيت بتاعه ما عادش بيكب بره زي ما كنا شايفين في الاول، اتفقنا؟ افرجك برضو حتة كده ايه تركها عشان تتأكد من الكلام اللي انا بقوله. اتفرج كده دلوقتي لو انا حاولت ان انا اقفل الرياح ده ايه اللي هيحصل. بص معايا كده، بص انا هقفله بصبعي بس لحظيا كده وشوف ايه اللي هيحصل. اه شوف شوف كده، شوف انا هقفله اهو، مجرد بس ما بلمسه يتقفل هيروح منسوب الزيت عالي في قلب طبة المالو ويبدأ ان هو يكب بره. خلاص احنا كده تقريبا حطينا 3 لتر زيت بتوعنا وتمام، لسه معانا 700 مللي. في الحاله بتاعتنا دي هحط 700 مللي ليه؟ لان في تقريبا 100 مللي وقعوا مننا واحنا بنملى بالبطيء، وانا ما بعرفش اعمل حاجه بطيء اصلا. فهو ايه الكاب انها 100 مللي، ف100 مللي، واحنا المفروض ان احنا هنحط 600 لان احنا فضينا نص الزيت كويس جدا، فيبقى احنا المفروض نحط 3 و600، وال100 مللي اللي وقعوا مننا هيبقى نحط 3 و700. قفلنا الطبه بتاعه الملو، هنقفلها بايدينا بس هي مش بتقفل بمفتاح لان هي بلاستيك في بلاستيك، خلاص ما بنزودش زيادة عن كده. هنرجع الخرطوم بتاعنا تاني مكانه اللي هو زي ما قلنا الخرطوم اللي داخل على الرادياتير، المفروض زي ما قلنا وظيفته مدخل زيت للرادياتير يتبرد ويرجع تاني عشان الجير تفضل درجه حرارته معقوله، ما يعلاش حرارته قوي فيبدا ان هو يسيح قلبه من جوه، اتفقنا؟ كده احنا خلصنا، ولازم تقفل كويس قوي وتتاكد ان كل حاجتك تمام مفيش فيها اي مشاكل، تمام زي الفل. طبعا هنا ده الريلاتير اهوت ودول الخرطومين بتوعه، تمام كل شغلنا الحمد لله دلوقتي زي الفل مفيش عندنا اي مشاكل. في بقى بالمره كده انتوا شايفين السلكتور ده مهم جدا 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 في العربيات الست غيار في هيونداي وكيا وفي اغلب العربيات دي، لازم تكون منظفه كويس. هنرش عليه دلوقتي دبليو دي 40، الهدف منه ان هو بينظف في نفس الوقت هيبقى عازل او مانع للرطوبه علشان البنات اللي بتدي الغيارات جوه هنا ما تاكسدش، لان ممكن ياكسد معاك وده عيب فن صغنن كده، يبدا ان هو بعد كده يبدا العربيه مش راضيه تاخد نقلات وانت مش عارف في ايه او فين المشكله، متخيل المشكله كبيره وهي المشكله كلها في السلكتور ده. بس مجرد ان انت هتنضفه كويس دبليو دي 40 وتضغط عليه هواء مضغوط تنضف مكانك كويس برضه عشان الزيت اللي سايل ده ما يلمش تراب وتفضل عربيتنا نظيفه، هننضف بالدبليو دي وبعد كده بضغط هواء كويس جدا وكده نبقى احنا ايه شغلنا ما شاء الله نضيف وعلى ميه بيضه زي ما بيقولوا. خلاص تمام كده خلصنا اهوت، هنبدا ان احنا هنقفل بقى العلبه بتاعتنا تاني. عشان نقفل بنجهز لها، هنبدا الاماكن اللي هي بتاعت المسامير اللي احنا هنربط فيها رشه دبليو دي 40، الهدف منها بس ان هو ايه ننظف مكانها ونلين. طبعا الزور هنا اللي هو بتاع كاتم الصوت والزور اللي فوق هنا اللي هيخرج الهواء من الفلتر يدخله على الموتور، نبدا ان احنا نرش الدبليو دي 40 بس سبيل انها تسهل الرباط معانا وفي نفس الوقت زي ما قلنا قبل كده بتمنع اكسده المسامير، يعني تخليها مش تصدي، يعني هتدخل من فوق لتحت ولجوه كده ناحيه الرفرف، هيركب معاك في ثواني زي ما شايفين اهو. خلاص خلاص قعدنا المسامير مكانها، نروح جايين مركبين الخرطوم اللي داخل على الموتور اللي خارج من فلتر هواء داخل على بوابة الموتور، نبدأ نقفل. طبعا احنا كده خلصنا تمام وربطنا مسامرنا، هندور الموتور ونسيبه يوصل لدرجة حرارة التشغيل الطبيعية بتاعته، وبعد كده نبدأ نشوف العربية مرفوعة هل الطبة بتاعتنا بتسايل، هل في أي حاجة بتسايل، تمام ما شاء الله زي الفل شغلنا مفيش فيه مشكلة. هنيجي دلوقتي جوه العربية، خلاص احنا نزلنا العربية على الأرض، هنديها كل غيار ونسيبها لمدة 10 ثواني واحنا دايسين فرامل، يعني هنديها الدي ونسيبها 10 ثواني، الإن 10 ثواني، الآر 10 ثواني، وبكده احنا خلصنا الصيانة بتاعتنا. ايه رايكم في الصيانه؟ اظن سهله. الفقره كان فيها شويه معلومات فنيه كتيره قوي ومهمه قوي، وحاولوا ان انتم تحافظوا عليها، حاولوا ان احنا نعمل الصيانات في ميعادها المناسب لينا احنا مش المناسب للكتالوج ولا للدول الخارجيه، لان زي ما شفنا في الصيانه ان احنا لينا نظام لوحدنا، لان الطرق عندنا وطبيعه الجو وطبيعه القياده بتاعتنا لها قصه لوحدها، فاحنا بنحتاج ان احنا مواعيد الصيانات بتاعتنا زي ما شفنا في الفقره بتكون قريبه شويه او بتكون في نص المده اللي المفروض تبقى فيها في الدول الأوروبية مثلا.
بعد ما اتفرجنا على فقره الصيانه تعالوا بينا نتفرج على ريفيو العربيه اتطلبت مني كتير قوي الفتره اللي فاتت دي، وانا كنت بتلاشى وبتجنب ان انا اعمل لها ريفيو، لان طبعا خايف من رد فعل ملاكها ان هم يزعلوا مني، طبعا مش حابب ان انا اعمل مشكله مع توكيلات. ولكن في النهاية أنا بقدر المستطاع حاولت أن أكون حيادي، حاولت أن أنا أوضح لكم مميزات وعيوب بدون ما أكون متحيز ولا بدون ما أكون برضو جاي على العربية قوي. فتقرير أنا أظن أنه هو أو ريفيو للسيارة دي أظن أنه هو يكون مهم، لأن هي عربية منتشرة جدا وبسأل عليها كتير، وبخاصة الناس اللي بتجيب عربيات عشان شغالها أوبر وكريم فدايما بيسألوني في العربية بتاعت الريفيو الجاي ده. تعالوا نتفرج على الريفيو بلاش كلام كتير، وتعالوا نتفرج عليه ونشوف العربية دي تستاهل أو مستواها إيه في وسط العربيات الموجودة في السوق. يلا بينا نطلع الريفيو بتاعنا. تقرير النهاردة عن عربية زي ما بيقولوا كده بناء عن طلب الجماهير، طلبت مني كتير ان اعمل لها تقييم، ويمكن كنت بتلاشى ان انا اعمل لها تقييم، لان انا شخصيا في عربيات بيبقى من حقي ان انا مش معجب بيها. عربيه النهارده حاسس زي ما يكون واحد مثلا كان بطل كده وقوي وله هيبته، عمده كده من العمد، وبعدين خلف عيل سيس شويه. نيسان القديمه، ودلوقتي هنتفرج على نيسان الN 17، هيبقى تقرير النهارده عن نيسان الN 17. فين بقى من النيسان القديمه المعضله؟ ولما نتفرج دلوقتي على النيسان اللي انا شايف ان بودو ضعيف، شكل يمكن مش قوي قوي، ولكن هنتفرج عليها وزي ما قلنا وبكل حيادية وبعيد عن رأيي الشخصي هنشوف مميزات وعيوب العربية نيسان صني ان 17. العربية جاية بأبعاد طول 4.42 متر وعرض 1.66 متر وارتفاع 1.50 متر، أبعاد يمكن مش تدل على الثبات قوي، ده بجانب طبعا الشكل اللي أنا يعني يمكن مش حابه قوي اللي هو شكل البرميلي شوية. العربية مدورة في بعضها تمام، تحس ان وشها جاي مقطوش وظهرها نفس القصه. اول اختبارات امان حصلت للعربيه دي كانت اقل خبطه هنا قدام بتخلي الفانوس ده يخرج بره، لان دلوقتي انت مفيش عندك هنا تحمي. لاحظ كده، شايف هنا انت منك هنا للفانوس الاكسدام ده يعتبر مجرد غلاف بس، انما مفيش حاجه هنا تحمي العربيه تمام. زي ما شايفين هنا كده، طبعا الصاج لا يقارن بالموديل اللي قبله تمام. زي ما شايفين برده الصاج هنا استجابته تحت ايدي تمام، اي مكان هنا شايف. طبعا خلوص ارض 15 سم، وده خلوص ارض مناسب لمصر، ارتفاعها كويس. العربيه صالونها واسع، قاعده عجلات 2.60 متر في عطيه، صالون راحت امامي وخلفي، يمكن دي من المميزات المهمه اللي فيها ان العربيه فعلا صالونها واسع، نازله لك بجنوط، عربيه اوتوماتيك في 9-4 غيار، يمكن قديم شويه ولكن بدون مشاكل، في 9-4 غيار العادي خالص بتاع العربيات القديمه اللي هو ما فيش فيه مشاكل. اعطي لك حاجه مبسطه، اللي انا برضو من الحاجات المستغربه ان انا المفروض العربيه نيسان صني بتنزل بموتور 1600، ده اللي هو الشكل القديم بتاعنا، لما اجي احدث المفروض ان انا بعلى في الاداء، ان انا مش هروح جاي موتور 1500، يبقى انا نزلت درجه. صحيح يمكن اكون بدور على توفير البنزين، ولكن من خلال تجاربنا لما بتيجي تجيب الحجم ده وتركب عليه موتور اصغر شويه استهلاك البنزين بيزيد مش بيقل، لان الموتور بيبقى عامل مجهود كبير عشان يبدا يقاوم الهواء، وخاصه العربيه يمكن مش انسيابيه قوي. طيب انا عارف ان انتوا حاسين ان انا متحامل على العربيه، الا ان انا طبعا زي ما اتفقنا احنا هنتكلم بحياديه. العربيه يمكن انا بعيب على شكلها، بعيب على فكره الموتور اللي ضعيف شويه عن الشكل اللي قبله، ضعف الخامه. العربيه تجميع مصري طبعا زجاج زي ما شايفين كده دكتور جريش، الخامات اللي جوه هنتفرج عليها دلوقتي. العربيه تعتبر مكونات هندي تجميع مصري ما عدا الجير والموتور المفروض ان هم ياباني. طيب ايه الميزه في التركيبه دي؟ الميزه في التركيبه دي انها قيمه مقابل سعر، ان انا راجل بتكلم في عربيه ب 210,000 اوتوماتيك فيها الكماليات دي وفيها شويه انظمه امان، فيها ايرباك، فيها اي بي اس، فيها بريك اسيست، فيها اي بي دي، فيها شويه انظمه امان، فيها جنوط سبور، عربيه عاليه، صالون واسع، لذلك العربية دي يمكن مناسبة. واغلب الناس اللي بتجيب عربيات الاوبر بتجيب الموديل ده، لان لو جيت تقارنه برضه بسعره 210 باقرب حاجة ليها هتلاقيه يعني مقارنة بسعر العربيات الصيني اللي موجودة في السوق العادية، يعني قريب قوي من سعر الجيل ام جراند
الشنجان الفي 7 هتيجي تبص تلاقيه هو قريب قوي من السعر، قريب من بعضه، وهيبقى اسمك راكب عربيه ياباني. تكييفها طبعا قوي، في عندك فتحات تكييف ورا، لان انا اتفاجئت ان هو مش تكييف، هي مجرد مروحه بتديك هواء ورا، هم مش فتحات تكييف زي ما هنشوف دلوقتي باذن الله في التقرير الداخلي. يمكن ده كده اجمالا العربيه من بره. تعالوا نتفرج على الصالون بتاعها ونشوف الدنيا اخبارها ايه. هنفتح ونتفرج هنا على مدخل العربيه. طبعا الباب هنا بيفتح معاك فتحه واسعه، الباب طويل فهيسمح لك ان انت تخش دخول مريح. هنيجي هنا اول حاجه هتقابلنا طبعا الخامه بتاعه الباب، طبعا بلاستيك ولكن يعني زي ما شايفين هنا، شايف كده، هل واضح في التصوير دلوقتي؟ بلاستيك خامه باين ان هي يعني مستواها ضعيف شويه. تمام، طيب هنبدا ندخل هنا. هنلاقي هنا عندك الكرسي هنا زي ما شايفين هيدروليك، تمام، في طلوع ونزول، وطبعا التحكم بتاعه اللي هو قدام وورا الطبيعي بقى بتاعه. خلاص، طبعا انت عندك هنا اول ما بندخل بيقابلنا هنا طارة كمثرية الشكل، يعني زي ما بيقولوا عليها ايه، شكل الاقاص او الكمترة، يعني كمثرية الشكل. المفروض ان انت عندك في الهاي لاين بتاعتها بيزيد هنا التحكم بتاع الموبايل، تمام، انما هي هنا عندك تحكم كاسيت، عندك اثنين ايرباج، وعندك اي بي اس، وعندك اي بي دي، وعندك بريك اسيست. طبعا كل دي حاجات جميله. طيب عندنا هنا اربع ازاز كهرباء، ازاز السواق بس هو الاوتوماتيك والباقي عاده، وعندك هنا السنتر بتاع العربيه والتحكم بتاع الزرار خلف الاطفال. هنيجي هنا نبدا ندخل نتفرج على التابلو بتاعنا، هنلاقي هنا في هنا طوبة ما تفهمش كانت بتاعت حاجه طبعا وشالوها، البلاستيك برضو. اكيد انتوا سامعين الطرقعه بتاعت البلاستيك. نيجي هنا بقى للتحكم بتاع المرايه، طبعا المرايه محطوط في مكان غريب شويه، ويمكن كان في الموديل القديم في نفس المكان ده تقريبا. انت عندك هنا مفتاح بتاع المرايات، تمام، وهنا التحكم بتاع المرايات الكهرباء. خلاص، طيب نبدا هنا ندخل على العدادات. عدادات يمكن بنمط قديم شويه، ما فيش فيه تجديد، الار بي ام هنا العادي خالص، العداد السرعه، وهنا شاشه صغيره في الجنب اليمين المفروض انها بتجيب لك المؤشر اللي هنا ده بتاع البنزين زي ما شايفين هنا كده، والساعه، وطبعا النقلات بتاعه الجير الاوتوماتيك. الجير الاوتوماتيك اللي زي ما قلنا جير اربع نقلات عادي، ما فيش فيه اي مشاكل. العربيه باين قوي فيها ضعف الخامه، ولكن برضه في النهايه هو عامل لك عربيه شكل مقبول بسعر معقول. تمام، هنيجي هنا للسقف، في عندك هنا طبعا اضاءه هنا اماميه او نور القرايه، عندك هنا اضاءه في الصالون من فوق، عندك هنا جراب المفروض ان انت بتحط فيه اوراق او المستندات بتاعتك غير الدرج اللي تحت. تمام، فتحات التكييف الدائريه الشكل زي ما شايفين اهوت، فتحات التكييف هنا العاليه دي طبعا ميزه جميله قوي في التصميم، ان هو الفتحات دي هتبقى بعيده عن ايديك، مش هتبرد ايديك، وممكن ان انت تظبطها انها تجيب هواء لوشك، فدي فكره حلوه ان هو عامل لك فتحات التكييف الوسطيه عاليه، دي نقطه تحسب ليها. نيجي هنا بقى لشكل التابلو هنا الداخلي، هنيجي هنا نتفرج على شكل التكييف، طبعا التكييف بتاعها بكر عادي خالص، هنا التحكم في الهوايات، فكره ان هو لسه بيعمل دراع هنا زي ما شايفين يقفل الهواء داخلي وخارجي، حاجه طبعا مش ظريفه في سنها، العربيه 2018. تمام، الزرار هنا الفريون، السخان بتاع الزجاج الخلفي، وهنا التحكم في درجه حراره التكييف. طبعا شايفين هنا طبعا باين الخامه وباين قوه الخامه. تمام، ده كده الصالون الداخلي، اتفرجنا على الخامه بتاعته، في عندك هنا اثنين كاب هولدر طبعا، تمام، وفي عندك هنا ولاعه. وهنيجي هنا للفتحه، المفروض ان في هنا عندك هنا تكييف خلفي، هو هنا مش تكييف زي ما شايفين كده، هو هنا مجرد ان هي مروحه بتاخد هنا من قدام هنا هواء من قدام هنا كده وتطلعه من هنا وخلاص بس، انما ملهاش علاقه بالتكييف، يعني هي مجرد مراوح بس بتاخد الهواء من قدام وترجعه ورا. بيتهيألي ده كده صالون العربيه من الداخل. والكاسيت طبعا كاسيت سي دي عادي خالص، طبعا هي زعلانه عشان احنا سايبين النور وطفينا العربيه. المهم ده كده صالون العربيه من الداخل.
تعالوا بينا نتفرج على شنطة العربية وبعد كده نبدأ نتفرج على الموتور. يلا بينا. هنيجي هنا لشنطة العربية والتصميم الخلفي للسيارة، برضو هنتفاجئ بنفس الفكرة ان هو عامل الاصطدام قاطش خالص، بحيث ان انا اقل لمسة هنا هتروح جاية مسمعالي هنا شنطة العربية. اتفرج كده، اه انا بريح برجلي بس، فتخيل اي حاجة هنا برضو نفس الفكرة هنا في الفانوس. شوف اي تريحة هنا بقت منك للفانوس، بقت منك هنا للصدر بتاع الشنطة. الشنطة هنا بتفتح بطريقتين، الدراع اللي تحت السواق ودوسة طويلة هنا في المفتاح الريموت. الشنطة بتاعتنا الميزة اللي فيها ان مساحتها كبيرة قوي، زي ما شايفين المساحة الداخلية للشنطة كبيرة. وطبعا زي ما شايفين هنا عندنا الفردة الاستبن، فردة استبن حديد. طبعا هي أربعة شنطة سبور والفردة الاستبن دي حديد، وعندك هنا مساحة كبيرة قوي بتخزن فيها كل حاجة. فطبعا الشنطة من مميزات العربية دي. العربية يمكن زي ما قلنا ان هي بتميل ناحية الاعتمادية اكتر منها بتميل ناحية الرفاهية. يعني فكرة برضو شايفين الصاج، مفيش هنا كفر، مفيش هنا تغليف، هنا كل حاجة ماشية قدامك. هي السلوك طبعا انت ماسكها بايديك تمام، ومع ذلك عامل لك سبويلر وفوميه، العربية بتنزل بفوميه. المهم دي شنطة العربية. تعالوا نتفرج دلوقتي على القلب النابض للسيارة، موتور السيارة، وبعد كده رجليها، عفشة السيارة. هنتفرج دلوقتي على موتور السيارة. موتور 1500 سي سي، 108 حصان و 136 نيوتن، عزمه ضعيف قوي. ولكن الموتور ده يعتبر نسخة تصميمية من موتور السنترا، النيسان سنترا اللي هي المدل الأكبر والأخت الأكبر للسيارة نيسان صني. والموتور ده برضه معتمد برضه في النيسان، شوف في العجل تقريبا كله بتاع النيسان. فكرة المنفو المقلوب، المنفو المقلوب اللي هو هنا الفلتر بتاع الهواء مدخل هنا زي ما شايفين كده على البوابة، والبوابة هنا عاطية المنفو، المنفو هنا مقلوب مغطي، بستلطف رشاشات ومغطي البوجيهات. برغم ان هو تصميم ثوري جديد يمكن عطى اداء كويس، الا ان برضه فكره ان انا عشان اغير بوجيهات بدي احل المكان ده كله، يعني بدي ان انا اشيل المنفو بالبوابه بالدنيا دي كلها واحل الخراطيم دي كلها عشان اغير طاقم بوجيهات، بس فكره يمكن مش عمليه قوي. ولكن موتور بدون اعطال او بدون مشاكل برضه عملي اكتر منه، بيديك اداء رياضي لان 136 نيوتن على المتر في الطلعات اكيد هتبقى طلعاتها ضعيفه، وجير او فتيس من اربعه غيار، ما اظنش انه هيديك اداء رياضي، ولكن ده هنعرفه باذن الله دلوقتي واحنا بنعمل تجربه الاداء. الغرفه هنا غرفه منظمه، طبعا عندنا هنا جهاز الاي اس واضح قدامنا هنا اهو تمام. الموتور شكله نظيف جميل، البطاريه هنا، الغطاء بتاع الريلاتير، الزيت بتاعنا، وهنا العلبه بتاعت توصيلات الكهرباء. اظن ان هي بسيطه، واظن ان هي ما فيش فيها تعقيدات كتير. زي ما قلنا عمليه اكتر منها رفاهيه. يلا بينا نتفرج على رجلين العربية. دلوقتي هنيجي لعفشة العربية أو نظام التعليق أو رجلين السيارة. العربية من قدام نظام ماكفيرسون اللي هو نظام مستقل تعليق، مستقل عادي طبيعي زي كل الفئة دي. من ورا عندنا نظام تورشن بيم اللي هو قضيب التوائي أو عمود متصل الفردتين ببعض. نظام بسيط، تكلفة صيانته سهلة ويمكن مالوش صيانات كتير، ولكن بيبقى زي ما عارفين بيبقى في الأغلب ثباته بيبقى ضعيف شوية. هنشوف ده إن شاء الله في تجربة الأداء. مشكلة عفشة العربية دي كانت أول نزولها إن كان فيها مشكلة في الفرامل. كان دايماً العربية ما تمسكش فرامل، مش عارف إيه، كان فيها مشكلة في فراملها، ورجعوا بعد كده قالوا إن هي اتعدلت في المدلات اللاحقة. إلا إن أنا يمكن كان من وجهة نظر أنا إن مشكلة الفرامل بتاعتها إن لقمة التيل بتاعتها صغننة جداً، زي ما شايفين دلوقتي إن لقمة التيل حاجة صغننة قوي قوي قوي. فمش هي دي اللي توقف عربية بالحجم ده. مشكلتها إن يمكن عايزة كاليبر شوية أكبر، تيل شوية أعرض وأكبر، بحيث إن هو يحقق تماسك او نسبه احتكاك اعلى، فيبدا ان هو يقدر يوقف عربيه زي دي. ده من وجهه نظر انا، يمكن يكون هم لهم وجهه نظر طبعا اكيد اقوى وافضل مني. تمام، دي كده نظام التعليق في العربيه او عفشه العربيه اجمالا. طيب ده كان اختبار اداء العربيه. العربيه زي ما قلنا ملهاش دعوه بالاداء الرياضي، ادائها مناسب. يمكن الموتور
مش قوي قوي برضو، يمكن بيميل كل ده، كل التركيبة دي بتميل ناحية الاقتصادية. ذلك العربية زي ما قلنا ان هي هتكون مناسبة اكتر للناس اللي ابنها بتشغلها، انها بتروح بيها مشاوير، اللي هي محتاجة صالون واسع. عربية زي ما قلنا ادائها في المجمل اداء بيميل ناحية الاقتصادية، ناحية العملية اكتر من ناحية الرفاهية. وبرضو زي ما قلنا ان في النهاية ميزتها سعرها ان 210 ده يقارن بالعربيات الصيني. فاحنا دلوقتي لما تكون بتركب عربية من شركة ياباني، يعني انت راكب نيسان في الاول والاخر، راكب نيسان وفي نفس الوقت بالسعر ده، فمقبول بقى شويه الديفات اللي احنا قلنا عليها اللي انت ممكن انت تظبطها مع الوقت. العربيه في النهايه عربيه كقيمه مقابل سعر ليها طلبها وليها الناس اللي بتحبها وليها الناس اللي بترغبها. طبعا زي ما قلنا كل عربيه لها ميزه ولها عيب. مميزات العربيه احنا قلناها الوسع، الاعتماديه، انها من شركه محترمه، شركه نيسان. وعيوبها احنا برضو في هالك كفايه قلناها كفايه. اتمنى يكون تقرير عجبكم. ايه رايكم في الريفيو؟ طبعا انا مش عايز ملاك النيسان صني يزعلوا مني، انا والله حاولت ان انا اكون حيادي قدر المستطاع. في نقطه هنا مهمه عايز اقول لكم، هم نقطتين كمان. اول حاجه ان اي عربيه في الدنيا فيها مميزات وعيوب، مهما كانت غالية مهما كانت رخيصة في النهاية أي عربية فيها مميزات وعيوب. فطبعا مش نزعل أبدا أن عربيتنا فيها عيوب معينة. البوجاتي فيرون بتاكل بنزين دي واحد. اتنين أن شركة نيسان بتعمل عربيات جامدة قوي وعربيات زي الفل وممتازة وكل حاجة، بس احنا هنا زي ما أنا بحاول أحافظ قدر المستطاع على ملاك السيارة، برضو بحاول أن أنا أحافظ على الناس اللي هتشتري لسه جديد، لأن أنا ببقى ما بين الاتنين. لما باجي اعمل ريفيو للعربيه ببقى بفكر في الاثنين. خلاص برضو لو في عندكم اي تعليقات على الفقره دي ممكن انت تكتبها لنا تحت الفيديو لما يترفع على قناه اليوتيوب ان شاء الله، او في التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي باذن الله لما نرفع الفيديو. تمام. طيب ده كان الريفيو. دلوقتي المفروض ان احنا هنتكلم على الفقره الاساسيه عندنا اللي هي سلبيات على الطريق. النهارده هنتكلم على موضوع خطير جدا جدا جدا، واتمنى ان انتوا تركزوا معايا فيه قوي، لان انا فعلا هكلم النهارده على حاصد ارواح الشباب المصري الاول. الشيء اللي يمكن مفيش مستشفى في مصر مش فيها عنبر باسمه. النهارده هنتكلم عن الموتوسيكلات الصيني وحوادث الموتوسيكلات الصيني اللي طبعا انتشرت انتشار رهيب بين الشباب، نظرا لرخص سعرها، نظرا لان وسائل الحصول عليها كانت سهله شويه، ممكن ان هو كمان كانوا بيمشوا من غير ترخيص من غير نمر فبيركبها شباب صغير في السن. المهم ان الظاهره دي ظاهره صعبه جدا جدا جدا، لان زي ما بنشوفهم بيستخدموا الشيء ده او الاله دي استخدام سيء جدا لاقصى درجه، بحيث ان هو بيوصل لمراحل الانتحار. يعني لما بنشوف الشباب اللي بينام على الموتوسيكل يقول لك انا بسطح ويروح نام على الموتوسيكل عشان بيسابقوا بعض، اللي بيمشي على فرده واحده، اللي بيقعد يلعب بالموتوسيكل، اللي مش عارف ايه، كل ده بيقضي على شباب كتير. هقول لكم ان انا واحد من الناس شلت شباب على الطريق كتير، ما بين لا قدر الله يعني ربنا يحفظنا متوفين، وما بين ان هو حصل لهم اصابات ومتعجزين. فتخيل ان شباب المفروض شاب من 16 مثلا ل 26 شاب المفروض ان هو المفروض ان يدي بلده ويدي لنفسه ويبقى في عز انتاجه وفي عز ان هو فايدته لنفسه ولبلده، ويجي يروح جاي واقع بالموتوسيكل ده وهو بيتسابق بدون اي داعي وبدون اي فايده، يروح واقع وحصل له اصابات تؤدي به الى الموت او الى العجز. الحالتين صعب، وبدل ما هو بقى عضو منتج بقى عضو ما عادش قادر ان هو يساعد نفسه ولا يساعد بلده. وكل ده علشان ايه؟ علشان موضوع انا شايف ان هو مفيش منه اي فايده. النهارده حبيت ان انا اتكلم على الموضوع ده، يمكن باستفاضه شويه، ولذلك انا هستاذنكم ان انا استضيف لكم النهارده الاستاذ سامح. تشرفنا يا باشمهندس حبيبي، الله يخليك. هيكلمنا عن كسائق سياره ورايه ايه في موضوع الموتوسيكلات، او هو مثلا بيتاذى منهم في ايه. تمام. والاستاذ مصطفى معانا بيمثل البايكرز، الشباب الهاديين اللي مش بيجرم، اللي بياخدوا عوامل الامان وبيلبسوا الخوذه وبيلبس الجوانتيات وبيأمن نفسه كويس قوي. يمكن هو ادمن في جروب من اكبر جروبات الموتوسيكلات اللي موجوده على الفيسبوك. رايك ايه يا استاذ سامح في موضوع الموتوسيكلات الصيني ده؟ يعني سلبيات كتير جدا، سلوك خاطئ، بيتخطى العربية من اليمين دون أي إنذار،
تمام. بيتعامل مع العربيه ممكن على السنيه مش موجوده، يعني هو بيبقى ماشي في ظهرها في ظهر العربيه. طيب في فكره هنا بالنسبه لان انا كنت واحد في يوم من الايام من غوات الموتوسيكلات دي، او انا كنت واحد من اللي بيجروا كده، فايه العبره في ان هو بيروح جاي لازق في ظهر العربيه بدون سبب؟ لا انا هقول لك السبب. لا هو لها سبب منطقي، هو الفكره ان الهواء له مقاومه كبيره، يعني الهواء اي ماده هو بيقاومها، يعني لما بقى اتحرك في الهواء في مقاومه هواء تيار هواء كبير، تمام. مقاومه الهواء دي بتخليه مش يوصل لاقصى سرعه ممكن الموتوسيكل ان هو يجيبها، فهو عايز يجيب اقصى سرعه للموتوسيكل، فيعمل ايه؟ يروح جاي في ظهر العربيه. العربيه بتعمل تفريغ او بتعمل جيب هواء وراها، جيب هواء بيبقى ما فيش فيه مقاومه هواء خالص، فيبدا ان هو ياخد سرعه العربيه. يعني العربيه مثلا الموتوسيكل في التيار الهواء العادي بيجيب 100 كيلو مثلا، فهو في ظهر العربيه لو هي ماشيه 120 هيجيب في ظهرها 120 ويمكن اكتر، لان ما عادش فيه مقاومه للهواء. فيمكن دي النقطه اللي ما بياخدش باله منها اصحاب السيارات، هو بيعمل كده ليه؟ برضه فكره ان هو بينام بيسطح على الموتوسيكل ويروح نايم فارد نفسه كده عليه، عشان ايه؟ عشان يقلل قدر المستطاع من مقاومه الهواء، لانه هو واقف بيقاوم الهواء كبير، فلما بينام مقاومه الهواء بتقل خالص، فبيبدا ان هو يجيب سرعه اكتر، فطبعا كل ده سرعه للهلاك الله يحفظنا يا رب. طيب ففكره ان انت بتلاقيه في ظهرك ده على طول لازم انت اللي تخلي بالك منه، يعني عذرا انت بقى هدي، لو انت يعني لو عايزين نقضي على حكايه ان هو في ظهرك دي، لو انت اديت انتظار ولميت يمين وهديت هو غصب عنه هيبعد عنك. تمام، بس هو مشكلته في السلوك ان هو ما بيديش فرصه لقائد السياره ان هو يتعامل معاه، مش باستخدام آلة التنبيه بصفه مستمره، يعني كلاكسي كتير ممكن يوصل ان هو يوتر قائد السياره، يعني بيوصله للدرجه ديت، ممكن يوتره لدرجه ان هو ما يعرفش يتصرف. تمام، بس هو في هنا نقطه مهمه كمان عايز اقولها. الفكره في الشباب، شباب لسه صغير، وانا برضو عذرا يعني شباب لسه صغير طبعا بيبقى لسه في مرحله بقى البلوغ والهرمونات مجننه، وطبعا مع الجري والموتوسيكل اصلا بيخلي الواحد يجري جامد، فده مع ده مع ده بيخليه غصب عنه يبدا ان هو يعمل الردود اللي انت بتشوفها دي، اللي هو السرعه الرهيبه، الجري الغير مسؤول، وطبعا ده يعني شيء هو بيضر نفسه اول قبل ما يضر العربيه. يعني صاحب العربيه لو لا قدر الله حصل حادثه كبير وايه، العربيه بتتكسر بتتبهدل، انما اللي على الموتوسيكل ده ماشي على فردتين، فلا قدر الله لما بيقع بيبقى جسمه هو اللي معرض، فطبعا دي حاجه صعبه قوي. فلذلك انا هنتقل للاستاذ مصطفى وهستاذنك سريعا تقول لي ايه الحاجات اللي ممكن سائق الموتوسيكل يعملها علشان يمشي بهدوء، اولا ان هو ما يضرش نفسه، وايه عوامل الامان المفروض بنخلي بالنا منها واحنا راكبين الموتوسيكل. عوامل الامان اولها الخوذه، اول حاجه بتبقى في سيفتي جير هي الخوذه. الخوذه لازم تبقى من نوع محترم اكيد، علشان تبقى عازله للحراره وان هي تبقى ضد الكسر عشان الصدمات اكيد، لان هي فايدتها انها بتحمي الدماغ والخوذه، بس مش بتحمي الدماغ، بتحمي النظر، بتحمي الرئه والصدر والكلام ده كله. تمام. وبنيجي بعد كده للجلافزات، الجوانتي برده مهم في حاجه. الجلد بتاع اللحم ده حصل ان في ناس عملت حوادث لما ايديها اتجلطت اضطروا ان هم يبتروا ايديهم. ليه بقى؟ بيحصل حاجات في الاورده مش بتعرف تتلم تاني، مش بتعرف تتلم. وبيحصل برضو، حصل ان السنه دي في 3 عملوا حوادث بموتوسيكلات رجليهم اتبترت بسبب ان برضو حصل تهتك او الشرايين، حصلها حاجه زي كده. استفاد ايه؟ استفاد ايه؟ اهم حاجه السيفتي. هو يعني استفاد ايه؟ هو استفاد ايه؟ يعني قضى بقيه حياته عاجز، ربنا يحفظه. في ناس يعني قضت بقيه حياتها برضو قاعده على كراسي متحركه بسبب برضو ان مع في ناس كتير ما بتلبسش جاكيت سيفتي. جاكيت السيفتي مهم للضلوع وسلسله الظهر كل اجزاء الجسم عامه مربوطه بالجاكيت السيفتي، والركب تفادي حته ان الرجل تتكسر او يحصل ان لا قدر الله بتر والكلام ده كله. تمام. وبرضو في جانب مهم ان في سواقين سيارات برضو ما بياخدوش بالهم من المرايات ولا الاشارات، بيكسروا على سواقين الموتوسيكلات. لا هو ما بيعتبروش موجود. حوادث كتير جدا بتحصل بسبب الموضوع ده. حصل فعلا. بس تمام. طيب سريعا، اول حاجه في عوامل الامان واهم عامل امان في اي حاجه في الدنيا انك ما تجريش. بس يعني انت لو سرعتك هاديه هتتجنب ان هو صاحب العربيه يخبطك او هيجري عليك او هيقع، وحتى لو لا قدر الله وقعت فهتبقى الاصابه مش اصابه عاجزيه زي ما بيحصل، انما الجري السرعات الرهيبه دي جسم البني ادم ضعيف، فلما تيجي كتله اللحم والعظم دي تروح جاي راميها بسرعه 120 كيلو وتروح راميها في تدعك في الارض، ما هيبقى رد فعلها ايه يعني؟ فالمقصد اول حاجه طبعا ما نجريش. تاني حاجه الموتوسيكلات الصيني هي اصلا جايه وسعرها رخيص ومش عارف ايه وبتاع عشان تقضي غرض، انما حضرتك هي مش معموله عشان السباق. تمام. جسمها ضعيف، الكاوتش بتاعها اصلا نوعيه المطاط بتاعته عباره عن بلاستيك معاد تدويره، فتماسكها على الارض التراكشن بتاع الكاوتش مع الارض ضعيف،
فلذلك بيفرمل، ما فيش فرمله، هي بتزحلق يعني، هو بيفرمل وهي مكمله. طبعا ده بخلاف الموتوسيكلات اللي بتبقى الياباني او الماركات المحترمه اللي بتبقى الكاوتش بتاعها عريض، اولا مش رفيع، عريض بيبقى المداس بتاعه اوسع وماسك على الارض اكتر، ونوعيه المطاط الطبيعي اللي فيه اكتر، فبيبقى فيه التراكشن بتاعه مع الطريق افضل، فطبعا بيبقى قصه تانية خالص. الا ان احنا طبعا عارفين ان الموتوسيكلات اللي هي الغاليه دي بتبقى غاليه غاليه، سعرها عالي. فاحنا هنتكلم في اللي يهمنا، الموتوسيكلات الصيني يا جماعه ارجوكم بلاش جري، هو مش معمول عشان السباقات، هو مش بتاع سباقات اصلا، هو بتاع ان هو يقضي غرض ينقلك من نقطه الف لنقطه ب بشويش بس، مش اكتر من كده. طبعا اتمنى تكون الفقره دي، اتمنى انها يعني تلاقي صدى عند الشباب، تمام، اتمنى انها تلاقي صدى عند الشباب، لان الموضوع ده مهم جدا وخطير جدا جدا. حافظوا على نفسكم ودمتم سالمين ان شاء الله. طيب دلوقتي احنا خلصنا الفقره دي، وما كنتش عايز اقفل بالفقره اللي هي العكنانه دي. هنقفل بحاجه ان شاء الله المفروض انها تفرحكم وتفرح كل المتابعين لينا. الفكره هنا ان انا جالي الطرد ده الاسبوع ده، وحبيت ان انا افتحه معاكم. الطرد ده يا جماعه عباره عن الدرع الفضي من اليوتيوب، تمام. الدرع الفضي ده باسم عصام غنايم، او باسم القناه اللي هي بتاعت عشاق السيارات مع عصام غنايم، تمام. وطبعا بيهنونا لو وصلنا ل 100,000 مشترك. الفكره هنا ان انا يعني بتوفيق من ربنا ان هو على ما الدرع ده وصلني، يعني المفروض ان هو بيهنينا على اننا 100,000، احنا الحمد لله تقريبا وصلنا دلوقتي ل 200,000 على ما الدرع وصل بس، تمام. النمو السريع ده راجع لموضوع بسيط قوي، ان انا بحاول قدر المستطاع ان انا اكون حيادي زي ما شفنا، ان انا اساعد الناس، ساعد الناس ربنا يساعدك، ان انا بحاول ان انا اوصل فكره اكتر مني بعمل برنامج عن السيارات وخلاص، تمام. اتمنى ان الفكره توصل للناس، اتمنى ان هم يحافظوا على نفسهم، اتمنى ان احنا نوصل لحاجه كويسه ان شاء الله مع بعض، وان شاء الله من نجاح لنجاح. الدرع ده انا بهديه لكل متابعينا وكل اصحابي واخواتي واحبابي اللي معانا على القناه هنا وعلى اليوتيوب، واللي متابعينا في كل مكان، من نجاح لنجاح ان شاء الله. واشوفكم باذن الله على خير في حلقات جايه كتير وفي نجاحات اكتر ان شاء الله. والسلام عليكم.